صباح الخير، يوم جميل، يا رب ارزقنا بركة هذا اليوم. متفائلين؟ انا متفائل. مش متفائل قوي يعني، بس انت بتحاول تتفائل، يعني انت حاول تمثل ان انت متفائل عشان تبقى متفائل. الصوت ده صعب. فتش كولومبو ده مسك ابيض، مامتي حبيبتي كانت جايبه لي، ربنا يخليها لي. ممكن كده كل يوم نكتب حاجة هنا كده يعني ونعرضها على الكاميرا. تفاءل التفاءل. يلا بينا. خلصت المحاضرة، هطلع اصلي. السلام عليكم. ده الغدا بتاعي. اتأخرت عليك؟ وده الفطار بتاع مسماري. بص، رايحين فين يا مسماري؟ رايحين الايو سي ميتنج القادة. نفسي اروحها من زمان. ما رحتهاش قبل كده؟ عمري ما رحتها. عايز اروح حاجة واحدة بس، عايز اشوفها انا. لا انت هتتبهر اساسا. عايز اشوف الايو سي. يعني انا عايز اقول لك اساسا ان في ما بين جوه عشان توصل لها بيبقوا جايبين هي الجولف كارت دي، عارفها؟ عشان يوصلوا من بين واسعة جدا كبيرة جدا. هنشوف حاجة حلوة يعني؟ هتشوف حاجات حلوة بقى، كله بقى. هتشوف كل حاجة حلوة هناك ان شاء الله. عندهم زهور. محضرش زهور يا ابني. نحط الشنطة جوه في الظهر ولا نسيبها كده؟ يلا نبدأ رحلتنا، نستكشف من المكان ده. اعتقد يبقى يوم حلو. اخش منه هو ده ناخد بطايقنا وخدنا ده. اوه جامعة جامدة. ايه المباني الغريبة دي يا مسماري؟ مسماري بيتكلم في التليفون. عمرو من بعد قوي اتفرج. انا حاسس اني ماشي في مدينة مش ماشي في. ايوه يا ابني، دي حبيبي اسمها جامعة. انت ليه؟ الله، ايه السكوير ده؟ كان بالسنتر. ايه رايك في الجامعة؟ حلوة؟ حلوة الجامعة، عجباني. ممكن نحول هنا؟ ممكن نحول هنا؟ بس لو معاك فلوس. كام في الشهر؟ كام في 150 في السمستر. 150 في السمستر؟ جميل الموضوع ده جدا. 150 في السمستر عند انجينيرنج. ده نفس الشكل اللي في الحرم، الحرم النبوي. عندهم 3 قمامات، قوارب معدنية، قمامة بلاستيك. ممكن بعدين احنا كمان نفس الكلام ده. ايه رايك في الجامعة؟ ايه؟ لا قشطة، مش منبهر على فكرة. احنا احسن. انت ايه رايك في الجامعة؟ لا مش منبهر برضه. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. ميتنج كده دلوقتي نقدر قشطه. خلصنا نص الميتنج تقريبا، بريك. راح اصلي العصر مع امين. سلامه. ايو سي صح؟ اه ايو سي. راح يوديني المسجد فين؟ مش عارف، عشان ما اعرفش حاجه هنا. ليتس جو. الو، فين المسجد؟ اهو مسجد اهو. السلام عليكم. في حد يبات هنا؟ ماشي. هذا المسجد بتاعهم مش بطال. يلا نلحق الميتنج نكمله. السلام عليكم.
انا مش عارف. معلش احنا مع بعضينا. خلصنا الميتنج تقريبا، خلصنا الميتنج بس انا عايز اروح اصلي بقى. المغرب هيفوتني. جوه الحمد لله. طب مش هتقفل ولا اصلا المغرب ولا الناس دي بقى فاهمه. عايز اقول لكم الجزمه اتقطع وده عند اليابانيين حظ معاك حظ وحش. بس انا لا اؤمن بهذا، لا اؤمن بهذا ابدا. انت عارف مشاهير؟ اه جدا. ايه؟ لا الجامعه اكيد هي حلوه بس احنا في اكاديميه. بس اكاديميه احلى والله. ما طب بلاد بلاد ايه رايك في الجامعه يا بلاد؟ بلاد بلاد ايه رايك في الجامعه؟ لا جامده كبي. جامعتنا مش قد كده. دي مهيثم هنا؟ اه لا اه دي مهيثم. تخيل ده ايه ده؟ المعمار هنا عاجبني. اه لا هو اورينت. معمار ايه بقى؟ اورينت. ايه نوعه ايه؟ ارابيسك. ارابيسكا؟ اه الارابيسك اللي هو الحاجات المزركشه دي اللي هو واخده اللي هي الستايل المغربي. بتشوف انت الفرش المغربي؟ ايوه اه اسمه ارابيسك. اه ده اسمه ده مهندس مدني. وفين طابور؟ وفين طابور عشان يشتروا؟ لا وشوف وشوف حكمة ربنا. اساسا ده بيبيع الحاجة اغلى باربع اضعافها. فينك يا مهيثم؟ فينك يا مهيثم؟ فينك يا مهيثم؟ ده المكان الخن اللي بنشتري منه حاجاتنا جنب الجامعة. انا عارف ان انتوا معظمكم مش فاهم اي حاجة عن اي حاجة. خلينا نوضح بعض الحاجات. انا مشترك في حاجة اسمها، انا دلوقتي مشترك في حاجة اسمها انسايدر. دي ستوت اكتيفيتي عندي في الجامعه. ففي حاجه اسمها انسايدر مصر. دي بقى كل الانسايدر اللي في اللي في كل حته اللي في كذا جامعه كلنا جينا في مكان واحد عشان نتجمع ونشوف احنا هنعمل ايه. هي انسايدر هي جريده طلابيه مستقله. المفروض اه المفروض ان احنا جريده طلابيه مستقله. كل انسايدر بقى جواها كذا كذا تيم كذا حاجه. فانا مثلا عشان ماسك الميديا فجيت في ناس هنا ماسكه اف ار، في ناس ماسكه رايتر، في ناس ماسكه ريبورتر. انا النهارده الصراحه ما كنتش عايز اجي بس قلت لازم اجي واشوف الدنيا هنا ماشيه ازاي. جيت الصراحه استفدت، شفت حاجات كتير، شفت كاريزمات، شفت يعني شوف انت مجمع هيدز في مكان واحد، كل واحد عنده رؤيه، كل واحد عنده منظر معين، كل واحد في منظور معين مش هتشوفه الا في مكان زي كده. طبعا هتلاقي ناس اي كلام بس اكيد ناس كويسه. تشوف برضو انسايدر مصر دي عباره عن ايه، مين ماسكها، تشوف التفكير بتاعهم، تشوف. الصراحه استفدت، استفدت قوي. المفروض دلوقتي ندخل ونتناقش مع انسايدر مصر مثلا المشاكل اللي عندنا، ايه اللي بنواجهها، ايه الحاجه عايزينها منهم، حاجات كتير مش عارف. بس هندخل ونشوف لو نخلص بقى وبعدين نشوف الموضوع هيمشي ازاي. فيديو عارف اعترف نفسك وهتقول. انا اسمي شهير. ايه انسايدر؟ انا فاوندر وانسايدر سي او. تمام. انسايدر عباره عن ايه بسرعه كده؟ مين عارف؟ انت اللي هتقول لي انسايدر. انسايدر دي جريده طلابيه. انا مختلف معاك. ايه بقى؟ انسايدر ستودنت اورجنايزيشن وذ فيجن تو يونايت اند امباور بيبل. اي حاجه تانية اذا تول. اي حاجه تانية تول طبعا. تمام ماشي. بص بياكلوا ايه، بص بياكلوا ايه، ينفع كده يا عمرو؟ اي واحده يبصنا فيها. انا ما باكلش. بص بص شو بيشرب ايه. في ايه يا عمرو؟ سكر. بياكلوا سكر. سكر تاكل سكر. انا بطل سكر النهارده 13 يوم تخلي السكر. ادخل بقى ادخل. خلصنا الساعه كام؟ الساعه 8. السلام عليكم. ها نفخت حاجه غير مش عارف. بس بيصعب عليا لما اشوف الجامعه دي واقارنها بجامعتي الصراحه. رن جاي من باب تاني اصلا. هي دي. واو. صح عمرو الشريف. متاكد برضه غنوه دي البتاع. واو I'm very impressed صراحة. صراحة حاجة فلة جدا. مبسوط جدا جدا النهاردة. غيرت جو وشفت حاجات كتيرة وحاجة وبتاع. اه صح اخرت في الميتنج وميتنج الموضوع ما كانش مظبوط في المواعيد. الموضوع كان ملخبط في المواعيد جدا. حاجة طلابية طبعا التنظيم مش كويس. في يعني انت بتحاول تقيم بتحاول تقوم حاجة بس مش مظبوط. قبل ما نروح هنروح ناكل. لو استفدت حاجة النهاردة استفدت ان انا لازم ما افوتش حاجة الا لما اروح. طالما مش حرام مش ضد ديني
جرب تعرف ايه الحلو ايه الوحش ايه اللي انت ممكن هتستفيد هتستفيد في اي حاجه تطلع من الموضوع باي حاجه صح ولا لا كان النهارده يوم السبت خلص ان شاء الله بكره يبقى احسن